السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ درس جديد طلبتنا الأعزاء، وهو درس مكمل للدرس السابق بالمقاطع. ما هي تفكيك المقاطع؟ لدينا في درسي ح متشينا تشسرا سكون هندي افتح الضمه وفتحه وكسره من شارحه دادين وان دايم نفسي ر چیا؟ داما بو چی بینه کن او؟ چی بو حرکه یا سرفه؟ سر حرفیه او ده بید؟ مگو دو او چیه بید او؟ او چه حرفه بید دو؟ هگر به هبید زد کم واو نا بید داما؟ دواوین واوان و قاف او مشه بکه احتمال یأتی بطریقه تفکیل او بطریقه ربط الحروف بابي تحرف ب ما هو الحرف الذي قلنا تصبح أليف ما هو حطان تصبح أليف ب إي ما هو الإي خطان تحت خاء ديدان دي منزل الدي وإي ماذا تصبح الإي خطان تحت الخاء دي دان الألف شنو؟ ما هو الألف؟ الألف خطان فوق الخاء دي دان يعني هاجر ما هذا وصفه دعينا بقى دي ببال كلمة ربط المقاطع حب دي بدقي لا عفية لماذا؟ بوشي تشنكو دي دينم فكسرة يا بدينم بين حرف دا م دي بين ألف لا لماذا لأنها فتحة هنا تصبح ألف لماذا لأنها الألف حمار 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 قيس ق ي إي تصبح خطان قيس حرف السين إذن ما هي تفكيك المقاطع؟ تفكيك المقاطع حروف نفككها كيف نفككها؟ نفككها عن طريق ما تناولناه في ربط المقاطع درس مقاطع درس مقاطع ما ورقتي ما شو ورقتي ما قد حكر بنمونا دخل بيت هو ليس فتحة إنما تصبح ألف متى؟ إذا كان فوق الخط وإذا كان خطان تحت الخط بالخيط دبث هنا ليس كسرة وإنما ياء وكذلك الواو إذا كان واوان تصبح أو هذا هو الدرس ربطناه بتفكيك المقاطع وكيفية ربط المقاطع هذا الموضوع مهم هذا موضوع قلم مهم صفة شوري قال الجورة الامتحانة بوداتي درس بيت أمدي حرف صاد وارجرين حرف الصاد